الفنان المصري أحمد حلمي يكشف حقيقة مرضه بالسرطان. تفاصيل إصابة أحمد حلمي بالسرطان قدم فيلما عن قسوة المرض. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب أحمد حلمي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد محب للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أحمد حلمي يكشف حقيقة إصابته مجددا بمرض السرطان، كما أنه سبق وتبرع بملابس وإكسسوارات فيلمه عسل أسود إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وأسس على الموقع الرسمي الخاص بالفيلم ركنا خاصا أطلق عليه دكان عسل أسود، حيث بيع من خلاله الإكسسوارات والملابس الخاصة بفيلمه والأفلام السابقة وتبرع بعائدها إلى المستشفى. ولكن لم يكن يعلم حلمي وقتها ما يخفي له القدر وأنه سيصاب بذلك المرض اللعين، حيث اكتشف النجم أحمد حلمي إصابته بورم سرطاني في الظهر في الأيام الأخيرة أثناء تصوير دوره في فيلمه السينمائي الأخير صنع في مصر. فكان يضع البسمة على وجوه الجميع وبداخله وحش يريد التهامه، ولكنه أخفى الخبر عن كل المحاطين به وخاصة كل من له علاقة بالإعلام. وعاش هو وزوجته منى زكي لحظات صعبة اختار أن يتحفظا بها لأنفسهما وعدم إعلانهما إلا ببعض المقربين جدا والذين يثقون فيهما ومتأكدين أنهم لن يفشوا سرهما، وخصوصا أن النجمين لم يردا أن يقلقا عائلتيهما وجمهورهما وأصرا على مواجهة المرض بشجاعة، خاصة أن منى زكي أصيبت من قبل بمرض السرطان وتم استئصال الورم بنجاح. واكتشف حلمي أمر إصابته بهذا الورم الخطير عن طريق المصادفة، حيث انتقلت زوجته النجمة منى زكي إلى مستشفى دار الفؤاد في أواخر فبراير، وكان تشخيصها حالة تسمم في المعدة والأمعاء، ولديها مرض مناعي يجعل الجهاز المناعي يهاجم الجسم، وعندما يصيب أي عضو يوقفه عن العمل. فسافرت بعدها منى إلى ألمانيا لتتابع حالتها مع الدكتور الذي يعالجها منذ سنوات لتبقى تحت المتابعة الطبية. وفي هذا الوقت كان هناك ورم يوجد في ظهر أحمد حلمي، فأراد الاطمئنان على حالته الصحية والكشف عليها، إلا أنه اكتشف أنه ورم سرطاني موجود في منطقة نادرة بين عضلتين في ظهره، وأن أفضل مكان لعلاجه بأحد المستشفيات في أمريكا. وسافر حلمي إلى أمريكا لإجراء العملية الأولى هناك، وقت ولدت زوجته منى لابنهما سليم. لذلك اعتقد الجميع أنهما سافرا خصيصا لأمريكا لولادة ابنهما هناك ليحصل على الجنسية الأمريكية، وبعدها عاد إلى مصر حتى موعد إجراء العملية الثانية التي كانت منذ حوالي أسبوعين وتمت بنجاح، وسعود حلمي ومنى إلى مصر خلال ساعات قليلة. وكان حلمي كتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل سفره كلمات مؤلمة، لكن لم يكتشف أحد وقتها ماذا تعني هذه الكلمات، لكن تم تفسيرها بعد اكتشاف معاناة النجمة، حيث كتب: عشت حياتي متأملا وعرفت أن الحياة جانبا آخر مظلم. وأضاف حلمي: وعندما اكتشفت أنني أقف فيه تأملت ولكنني لم أيأس، وازداد إصراري على أن أكمل ما تبقى من الحياة متأملا للجانب المضيء في آلامي. أديب عن مرض أحمد حلمي عايشين في بلد بيتربى فيه السرطان. قال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج القاهرة اليوم على فضائية اليوم مساء السبت إن المرض بات ملازما للمصريين لأنهم يعيشون في بلد تربى فيها السرطان، مضيفا: خالد الصاوي أحمد حلمي وشخصيات مشهورة جدا، دي مش قضية فلوس بقى، احنا عايشين في بلد بيتربى فيه سرطان، سرطان في المياه والخضروات والمبيدات. وكان موقع ام بي سي نت التابع لمجموعة قنوات ام بي سي كشف ان الفنان احمد حلمي مصاب بالسرطان، موضحا انه اجرى عملية استئصال ناجحة لورم خبيث في احد المستشفيات في الولايات المتحدة الامريكية، ولكنه لا يزال في العناية المركزة بحسب مصادر مقربة منه. يذكر ان الفترة الاخيرة شهدت افصاح العديد من الفنانين عن اصابتهم بامراض خطيرة، كان من بينهم الفنان خالد الصاوي الذي اكد انه اكتشف اصابته مؤخرا بفيروس الكبد، وكذلك الفنانة الراحلة معالي زايد التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، ومن قبلها الفنان الراحل خالد صالح الذي توفي عقب اجراء جراحة قلب مفتوح. هل أصيب أحمد حلمي بمرض السرطان مجددا؟ لجأ الفنان أحمد حلمي لكل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي لملاحقة شائعة واكب الظهور بحفل أوسكار السينما العربية، وأكدت أنه أصيب مجددا بمرض السرطان، وأشارت الشائعة لأن رحلة العمر مجرد ستار لرحلة العلاج، وأشارت الشائعة لأن رحلة العمر مجرد ستار لرحلة العلاج سيقوم بها حلمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية
مثل ما حدث في المرة الأولى. حلمي نشر بيانا موحدا عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: مساء الفل على أحلى وأجمل ناس، ما تصدقوش شائعات، انتشر خبر إني مريضة، ده خبر غير صحيح، أنا الحمد لله رب العالمين مش مريضة، وأشكر كل الناس اللي كلموني أو بعتوا لي يطمنوا عليا. أصيب بسرطان في الظهر وحصل على 3% في الثانوية العامة. يحتفل أحمد حلمي بعيد ميلاده 51 الموافق اليوم 18 من نوفمبر، ويعتبر حلمي من أشهر نجوم الكوميديا. وفي هذا التقرير نستعرض لكم حكايات أحمد حلمي. أول سنة له في الثانوية العامة حصل على 3% فقط، وعادها مرة أخرى وحصل على 24%، وفي السنة الأخيرة حصل على 50%، ووصف هذا المجموع بأنه حتى لا يؤهله للالتحاق بالنار. حلمي ظل يبحث عن أي كلية تقبل من 50%، فقرر الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة الذي يؤهله لكي يصبح مساعد ضابط بالقوات المسلحة، ولكنه خاف من الاستمرار به، وبعدها التحق بكلية التربية الموسيقية، وقام بشراء عود وتم تدريبه من قبل مدرس صديق والدته، وتعلم عزف أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم في 3 شهور. وأنا حلمي حديثه عن اختبارات معهد الموسيقى بأنه قرر أن يغني في الاختبار أغنية طلع البدر علينا حتى لا يتم رفضه، مشيرا إلى أنه أنهى الأغنية فضحكت اللجنة علي، وبعدها غادر اللجنة وفوج بقبوله في المعهد بسبب توصية من قريبة له. وقال حلمي في لقائه ببرنامج صاحبة السعادة المذاعة على فضائي دي ام سي مع الفنانة سعاد يونس انه حصل على الحزام الاسود في لعبة الكاراتيه، وخلال عودته من النادي للمنزل دخل في معركة مع احد اصدقائه، واضاف قائلا: كنت راجع فرحان من النادي وماشي مع واحد صاحبي عامل مشكله مع شخص ضخم جدا، وانا معرفش، شاف الواد فضربه البلبونيه، قلت هيخاف من الحزام الاسود فضربني بالكف على وشي وكومني على الارض. ونشر الفنان احمد حلمي عبر ستوري حسابه على انستغرام صوره لاحد المتابعين الذي رسم صورته على راسه من الخلف. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض أحمد حلمي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن أنهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.